Hey, hello, how are you guys? Hey, السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما ترون معي اليوم داش، وأنا هنا يعني للاحتفال بالأحداث الكبيرة الرائعة التي حدثت اليوم فيما يتعلق في فلاتر. فدعوني أقوم بوضعي جانبا هنا ثم نبدأ بالحديث عن الأخبار الرائعة، يعني حماسية، يعني لن تصدق ردة فعلي عندما كنت أشاهد المؤتمر اليوم. فلمن لا يعلم، اليوم كان هو مؤتمر أو حدث فلاتر لايف، والذي كان اليوم في 4 ديسمبر للناس التي تشاهد الفيديو من المستقبل. في هذا الحدث قامت جوجل بالإعلان عن عدة أشياء محددة، يعني عن عدة أشياء كلها خاصة بفلاتر وفيما يتعلق بفلاتر ومستقبل فلاتر، سأذكرها لكم كلها في هذا الفيديو، لذلك شاهدوا حتى للنهاية يعني لكي تعرف تلك الأخبار. أما عن يعني الأمور التي حدثت فكانت يعني رائعة جدا لدرجة لا تتخيلونها. الأخبار حول يعني فلاتر فقط يعني الشركات الأخرى التي بدأت تستخدم فلاتر والتي قامت بالإضافات عليه. فدعوني أبدأ أولا بالإضافات الجديدة على فلاتر، يعني نبدأها من لغة دارت. فلغة دارت أصبحت في الإصدار 2.1. هذا الإصدار لاحظوا فيه سرعة كبيرة، يعني هناك improvement كثيرة على سرعات اللغة، لكن هذا لا يعني عدم إضافة أشياء أخرى. فمثلا كانت هناك يعني الكثير من الأشياء التي نعانيها في فلاتر هو أننا عندما نريد مثلا أن نكتب الرقم 0 أو 1 أو أي رقم، يعني يكون فردي هكذا، يعني يكون فقط بدون فاصلة، يعني لا يكون عشري، دائما نكتب له فاصلة ثم نقول له فاصل صفر، يعني فقط لأنه دبل، يطلب منا دبل. فبعد اليوم يوجد يعني الفلاتر كومبايلر يتعرف على الأمر مباشرة ولا داعي لتقوم بذلك. لذلك إذا أردت أن تكتب له الرقم 1 أو 2 فقط اكتبه بدون فاصلة. هذا يعني كتحديث بسيط أعجبني في لغة دارت 2.1. ويعني توجد عدة أمور أخرى رائعة يمكنكم إلقاء نظرة عليها، سأضع لكم في رابط هذا في أسفل يعني وصف هذا الفيديو، سأضع لكم مجموعة من الروابط لتتحدث عن هذه المواضيع. الشيء الآخر وهو للمبرمجين الذي يعني يأتي من الآي أو إس أو من الأندرويد، فربما يكون لديه تطبيق كبير ولا يريد إعادة بنائه كاملا بفلاتر، لكن يريد الاستفادة من فلاتر. فالخاصية الجديدة والتي تسمى Add to App التي لازالت في البريفيو الآن، ويقولون أنها ستكون جاهزة 100% في براير السنة القادمة. ملخص هذه الخاصية والتي أيضا يستخدمها علي بابا، والذي هو أكبر تطبيق لديه 50 مليون مستخدم ويستخدم فلاتر، لكن يستخدمه بطريقة أخرى. فيعني لديهم تطبيق كبير لا يريدون إعادة بنائه، فقط قاموا بعمل موديول خاص بفلاتر وقاموا بإضافته في تطبيقهم. فهذه هي الخاصية الجديدة ورائعة جدا. أما الآن فخاصية البلاتفورم فيو، هذه الخاصية رائعة والكثيرون كانوا ينتظرونها. من خلال هذه الخاصية الآن يمكنك أن تأتي بمكون من النيتيف فيو وتضعه في فلاتر. لا أحبذ هذا في الكثير من الأمور، لكن في أمرين مهمين، يعني اثنين مهمين، وهو الماب ويدجت والويب فيو ويدجت. فالآن يمكننا أن نقول يعني بكل راحة أن لدينا ماب فيو، يعني المكون ذلك الذي تدخل فيه إلى موقع الإنترنت لا تحتاج إلى فتحه في صفحة كاملة. يوجد لدينا الماب ويدجت أيضا، يعني يمكنكم أن تقوموا بعمل الماب ويدجت داخل تطبيقكم سواء أندرويد أو آي أو إس، وتكون يعني إمبدد، يعني تكون كويدجت يمكنك أن تضع فوقها أزرار أو مكونات أو بدون أي مشكل، يعني ليست ستاتيك أو إنلايند، بل ستكون يعني ستكون إنلايند، بمعنى أنها ستكون داخل تطبيقك بشكل مباشر وتلعب معها كأنها أي ويدجت أخرى. في هذا يعني في هذا الصدد كان هناك يعني قامت فيليب من فريق فلاتر بعمل تولك يتعلق بالموضوع، وهذا التولك كان رائع جدا جدا، أظهر لنا فيه العديد من الأشياء الجديدة. تطبيق جديد اسمه History of the World or something like this، سأضع لكم رابط التطبيق. التطبيق يعني فيه قوة الأنيميشن الكبيرة الموجودة في فلاتر، وفي ذلك المثال أظهر لنا شيء، يعني هو أنه يعني داخل ذلك التطبيق يوجد الكثير من الأنيميشن والفيديو والرسم كل تلك الأمور، وداخله أيضا يوجد الماب ويدجت، يعني سأريكم ذلك المثال فهو رائع جدا. الآن يعني قاموا بمحاضرة أخرى، يعني إيميلي ومارك على ما أظن، إيميلي ومارك قاموا بمحاضرة أخرى والتي كانت حول كيف هي حالة المطور عندما يقوم بعمل تطبيقات فلاتر. فقاموا بعمل تطبيق مؤقت بسيط جدا وبدأوا، يعني وفي أثناء تلك البرمجة حدث لهم كراش في التطبيق، يعني التطبيق توقف وهم أمام الكثير والكثير من الأشخاص الذي يشاهدونهم. فالجميع ظن أن تلك مشكلة، لكنها في الحقيقة لم تكن مشكلة، بل بينوا لهم
أن عندما يتوقف التطبيق عن العمل وتقوم بإعادة تشغيله من جديد بعد الآن لا توجد مشكلة أنه يفقد الستيت، فيمكنه أن يعود إلى الستيت مباشرة. فهذا من الأشياء الجميلة جدا يعني التي قاموا بحلها من المشاكل الكبيرة التي كنا نواجهها في فلاتر، قاموا بحلها في هذا الإصدار. والخبر المهم الذي قام تيم بالإعلان عنه هو إصدار فلاتر، يعني الإصدار الرسمي أو ستيبل فيرجن من فلاتر 1.0. هذا يعني 1.0 هذا رقم بسيط جدا، ربما لا يعني الكثير، لكنه في عالم البزنس مهم جدا جدا. فالآن الكثير من الأشخاص أو الكثير من الشركات لم تريد أن تتبنى فلاتر فقط لأنه لم يصل إلى ستيبل ريليز. لا، ما الذي يعنيه أن فلاتر وصل إلى ستيبل ريليز أو 1.0؟ معناه أن الـ API لن يقوم بالخضوع لتلك التشينجز الكبيرة. فمثلا إذا كنت أنت يعني أنا من الأشخاص الذين بدأوا يستخدموا فلاتر من الألفا إلى حتى الآن هذه النسخة، فيعني كانت هناك الكثير من الأشياء التي تتغير، هناك breaking changes و يعني ليسوا ملزمين بأن يخبروك بأي شيء. فبالتالي الآن عندما وصل إلى مرحلة stable release فيمكنك أن تستخدمه بما تشاء، يعني يمكنك أن تقوم بتحميل الآن النسخة Flutter 1.0 من stable channel، يعني قوم بإضافة channel جديدة، ومن خلال تلك يعني من خلال ذلك الإصدار يمكنك أن تقوم باستخدامه مدى الحياة، يعني لأنه stable فقط يمكنك الحصول على التحديثات إذا أردت، وإذا أردت الانتقال إلى نسخة أخرى فيعني لا يوجد أي مشاكل. فهذه هي فائدة أن فلاتر وصل إلى النسخة 1.0. والآن ننتقل عدة أمور أخرى لا تتعلق بالإصدار 1.0. فمثلا شركة Nevercode والتي تقوم بأمور يعني CI والCD بمعنى Continuous Integration ويعني Test والContinuous Delivery بمعنى تقوم بإعطائك البرنري. فهذه الشركة قامت بعمل يعني Continuous Integration وContinuous Delivery خاص بفلاتر اسمه Code Magic. والرائع في الأمر أنه يعني فقط تدخل إلى الموقع، تختار الريبوزيتوري الخاص بك بفلاتر، ثم تقوم بعد ذلك ببدء عمل الانتجريشن يعني تيست والانتجريشن يعني السي اي والسي دي، هذا هو ما ستقوم بعمله. لا اريد دائما ذكر الكلمات الطويله. يعني هذا كخبر للناس المهتمة بالتستين والتي تعمل في شركة كبيرة، فهذا الأمر مهم لهم. الشيء الآخر ويعني بالنسبة لي أيضا مهم والذي هو سكوير. فسكوير قامت بالإعلان عن شيء جديد و في الأشهر السابقة والذي يسمى الـ Payment Reader أو الـ SDK Reader، والذي هو جهاز صغير جدا يمكن من خلاله يعني أنك تحضر الهاتف الخاص بك فقط وتقوم بوضعه أمام الجهاز ويقوم بالدفع. يعني هذه طريقة جديدة من شركة Square والتي هي يعني من كبرى الشركات المتعلقة بالدفع، فقامت بإصدار الـ SDK الخاص بها لفلاتر، وهذا أمر رائع جدا. يعني فلاتر من أوائل المتبنين للـ SDK، هذا رائع جدا. قاموا بعمل مثال أيضا، وقاموا بإضافة أخرى والتي هي In-App Payment بمعنى يمكن الدفع من خلال تطبيقك بدل الحاجة إلى الريدر ذلك القارئ، يمكنك الدفع من خلال بطاقتك المصرفية أو جوجل بلاي أو أي خدمة دفع أخرى متوفرة مع السكوير SDK في In-App Payment. الآن لنتحدث عن أكثر شيء أبهرني، يعني الخبر الرائع والجميل جدا هو أنه قاموا بإصدار شركة 2D Dimension، هذا هو اسم الشركة، قامت بإنتاج برنامج جديد أو أداة جديدة تسمى Flare، وهذه يعني الأداة يعني يمكنك تعرفها كVector Animation، يعني تقوم بعمل Animation كVectors وتقوم بعملها بشكل سريع جدا، وتلك الأنيميشن تقوم بتصديرها إلى على شكل ويدجت في فلاتر، يعني لا تقوم بتصديرها كفيديو أو ما إلى ذلك من الأمور، فيعني هي تخرج كويدجت في فلاتر يمكنك التحكم بها، فكل كي فريم يمكنك أن تتحكم به يعني كعنصر في الأنيميشن الخاصة بك وتتحكم به يعني إلى أقصى درجة وتصنع يعني أنيميشن رائعة. وقد تقوم بعدة عمل عدة أمثلة وهي أيضا متوفرة وبشكل مجاني، mind blowing، يعني هذه الإضافة رائعة وبشكل مجاني. ثم بعد قليل بذلك قاموا بعمل مثال يتحدث عن البلاجينز الموجودة في فلاتر، يعني كما قلنا قاموا بإضافة البلاجين الخاصة بالويب فيو وال يعني على حسب ما أتذكر الويب فيو والماب ويدجت، ثم قاموا بإضافة أخرى والتي هي اللوكيشن يعني الباكجراوند لوكيشن، بمعنى تريد أن تطبيقك يحصل على اللوكيشن الخاصة بالمستخدم وهو غير مشتعل، فهذه إضافة جيدة. لنعود إلى الفلير، فقد قاموا باستخدام فلير لتصميم شخصية، وفي نفس الوقت استخدموا أمال كيت والتي هي حزمة من فاربيز للذكاء الاصطناعي.
فمن خلالها مثلا قام بعمل مثال، فالشخص يستخدم هاتفه، هو يقوم بتحريك رأسه أو الابتسام، وفي جهازه لديه فيكتور، فيكتور بيست أنيميشن، تتحرك على حسب ما يتحرك وجهه. فيعني قام بالاستفادة من الأمل كيت الموجودة في فلاتر، والاستفادة في نفس الوقت من الفيكتور أنيميشن التي تم عملها باستخدام فلير. ويعني هذا رائع، وسأقوم بتجربته وعمل دروس حوله بالتأكيد. حسنا، الآن سنتحدث عن آخر شيء مهم لدينا، والذي هو فلاتر بيوند موبايل. فكما ترون لقد خصصوا مقالة كاملة له في الموقع الرسمي لهم، ولدينا عدة أمثلة، مثلا فلاتر ديسكتوب امبادين والتي كانت موجودة مسبقا لكن فقط قاموا بإظهارها للعالم، يعني كانت موجودة يمكن استخدامها open source، ويعني والتي هي طريقة أنك تشغل تطبيقك المعمول بفلاتر على الويندوز والماك أو إس واللينكس بدون أي مشاكل. ويعني حتى الراسبري باي قاموا فقط بنشر مقالة، يعني فقط الأسبوع السابق قاموا بنشر مقالة كيف تقوم بتشغيل تطبيقك على الراسبري باي بدون أي مشاكل. لكن الشيء الجميل والذي كان رائع جدا في هذه الكينوت التي قاموا بها، هو أنهم يعني عندما كانوا يعرضون يعني الأشياء الجديدة في فلاتر، البريزنتيشن أو السلايدز الخاصة بالبريزنتيشن كانت معمولة بفلاتر، كانت يعني كتطبيق سطح مكتب يعمل على الماك أو إس، وليست سلايد مثلا جوجل سلايد او باوربوينت. فيعني كان التطبيق معمول بفلاتر وظهرت بنتيجة رائعة، يعني تلك الانيميشن الرائعة التي كانت موجودة فيه معمولة بفلاتر. لكن الان لنتحدث عن الشيء الجديد والذي ما زال تجريبي لكنه يعني يفوق التصورات، والذي اسمه هامينبورغ، والذي هو مشروع جديد من جوجل او يعني من فريق فلاتر يمكنك ان تقول، لاستخدام يعني لكي تقوم بكومبايل تطبيقاتك على فلاتر للويب. نعم للويب كما قلت لكم، ويمكن حتى ان تقوم بعمل تطبيقات بي وي اي بمعنى بروجريسيف ويب ابلكيشن، والتي هي الجيل الجديد من تطبيقات الويب والتي يمكن ايضا ان تعمل اوف لاين وفيها عده امور اخرى. يعني لا يمكن تخيل يعني مدى يعني روعة الأمر أنك تقوم بعمل كومبايل لتطبيقك الأندرويد والآي أو إس، وبعدها يعني تحصل على الويندوز والماك أو إس واللينكس والراسبري باي والآن الويب. يعني من كود واحد فقط. لماذا الويب ممكن بما أن الأخريات كلها تستخدم الأرم كود، يعني نيتيف ماشين كود، أما في الويب فالأمر مختلف. الأمر هذا ممكن لأن فقط لغة دارت تقوم أيضا بعمل كومبايل لجافا سكريبت، يعني ليست نيتيف ماشين كود فقط، بل تقوم أيضا بالترجمة إلى جافا سكريبت، فبالتالي لن تقوم بتغيير أي شيء في تطبيقك على فلاتر، سيقوم بالاشتغال على متصفح ويب بدون أي مشاكل. يعني لن أتحدث أكثر من هذا الآن، تعبت من الحديث. يعني شاهدت اللايف وهذا كان ملخصه، شاهدت اللايف في 4 ساعات أو أكثر، والآن هذا هو ملخصه. أتمنى أن يكون أعجبكم، واتركوا لي رأيكم، يعني ما هو أفضل شيء أعجبكم وكل تلك الأمور. يعني اتركوا لي تعليقاتكم فقط، هذا هو الشيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة، لأنه كما قلت لكم أنا أنتظر فقط أن يصل فلاتر إلى النسخة 1.0 ثم أبدأ بنشر الدروس. يعني كل تلك الدروس كانت فقط لجلب المتابعين، أما الآن سننشر الدروس للمتابعين التي تهمهم، يعني الدروس الحقيقية والفعلية سأبدأ نشرها يعني من الأسبوع القادم. لدي مجموعة كاملة من الدروس جاهزة الآن في حاسوبي، لذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة واتركوا لي تعليقاتكم، ويقولها لكم داش، السلام عليكم.